الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. يسر مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع كلية الشريعة في جامعة الكويت وكذلك التعاون مع نادي الاقتصاد الإسلامي استضافة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نزيه حماد ليحدثنا عن موضوع مهم ألا وهو أساليب البحث العلمي في المعاملات المالية المعاصرة. والأستاذ الدكتور نزيه هو غني عن التعريف، يعني قال عنه الدكتور عجيل النشمي بالأمس: إذا كان لدي طلاب قلت لهم هل تعرفون الدكتور نزيه حماد؟ إذا لم يعرفه أحد فيقول له أنت لم تعرف شيئا في المعاملات المالية المعاصرة. والدكتور نزيه حماد هو متفرغ للبحث العلمي في قضايا المصرفية الإسلامية، فليحدثنا يعني عن خبرته الطويلة في هذا المجال من هذا الموضوع المهم. ومن ثم إذا انتهى شيخنا يكون هناك يعني وقت للأسئلة، بعض الأسئلة المهمة في هذا المجال. لذلك نطلب من فضيلة الشيخ أن يبدأ مشكورا مأجورا. هذا ما هو شغال ترى. شغال شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأشكر الجهات التي أتاحت لي الفرصة في أن ألقاكم في هذا اليوم متمثلة بجامعة الكويت، كلية الشريعة، بوزارة الأوقاف، بشركة شورى الاستشارات الشرعية. وقد اخترت أن أعرض بين يديكم أفكارا في حول منهجية البحث العلمي في المعاملات المالية المعاصرة. وسبب اختياري الكلام عن منهج البحث العلمي في المعاملات المالية المعاصرة كثرة المستجدات في المعاملات المالية المعاصرة، حتى أن الإنسان عندما ينظر إلى ما هو موجود في كتب التراث الفقهي وينظر إلى الواقع الحاضر في المعاملات المالية المعاصرة يجد تطور كبير جدا، وكأن معظم الأحكام التي جاءت في كتب التراث الفقهي مع قيمتها وضرورة العناية بها لا تمت إلى الواقع، واقع المعاملات المالية المعاصرة. لو أننا الآن نظرنا إلى أبسط الأمور في البيع والشراء، يذهب الإنسان إلى سوبر ماركت ويشتري مجموعة أشياء بلمها، ثم البائع أو الكاشير يعمل لها سكانينج، يقول لك المبلغ مجموعه كذا، تعطيه بطاقة ائتمان، تأخذها وتمشي. فأين الإجابة القبول في العقود؟ أين فكرة التراضي؟ هي قطعا موجودة فكرة التراضي، لكن بأسلوب آخر تماما، غير الإجابة القبول. كيف تدفع الأثمان؟ تدفع عبر بطاقة ائتمان يسددها بنك، ثم في النهاية يرسل لك فاتورة بالمشتريات التي استعملت فيها بطاقة الائتمان، يعطيك فرصة مهلة دفع ثم تدفع فيها. هذه بطاقة الائتمان نفسها عبارة عن منظومة
منظومة جديدة في التعامل لا مثيل لها ولا نظير لها في التراث الفقهي الإسلامي. أيضا عندما ننظر إلى مثلا واحد كل واحد بيفتح محتاج أن يفتح حساب في بنك من البنوك حساب جاري، كانت النظرة قبل 30 و40 سنة أن ننظر إلى الحساب الجاري هذا عبارة عن قرض، العميل يقرض البنك مبلغ من المال وتسري عليه أحكام القروض، هذا الإيداع في البنك تسري عليه أحكام القروض. الآن نحن لما ننظر إلى التسهيلات التي يقدمها المصرف لصاحب الحساب الجاري، هو يستطيع أن يعني يسحب من أمواله متى شاء في أي وقت شاء خلال أجهزة يضع فيها البطاقة ويسحب ما يحتاج إليه في البلد نفسه أو في أي بلد من بلدان العالم. عنده دفتر شيكات يستطيع أن يكتب شيكات ويعطيها لأي أحد ويكون فيها تسديد الديون والالتزامات المالية ونحو ذلك، إلى غير ذلك من ألوان الخدمات الأخرى المصاحبة لذلك، أن هذا العميل يعطى مزايا في سعر الصرف عندما يريد أن يصرف شيء من المال عبر هذا البنك، فتح أكثر من حساب بأكثر من عملة، وهذا العميل يشتري من حسابه هذا ويضعه في يشتري من حسابه هذا أموال في الحساب الآخر، أحدهما مثلا بالدولار والثاني بالدينار الكويتي، عملية صرف كلها تقوم إلكترونية ليس فيها اليد باليد والتقابض ونحو ذلك، إلا ما لا حصر له حقيقة من المستجدات في عالم المعاملات المالية المعاصرة. فكرة القرض هذه ما هو موجود فيه نوع من القرض، لكن هي عبارة منظومة، هذا الحساب الجاري هو عبارة عن منظومة مجموعة خدمات يقدمها البنك لصاحب الحساب الجاري وينتفع صاحب الحساب الجاري بها، وانتفاعه بها لا يعتبر من لا يمكن أن يصنف أو يخرج على أنه من باب الانتفاع المقرض بمال المقرض مثلا أو بمنافع من المقرض، شيء آخر تماما. تجد فيه نوع من تبادل منافع ما بين البنك وما بين العميل، الذي يعرف يعني في تراثنا الشرعي أنه دائما المقرض هو الجانب القوي والمقترض هو الجانب الضعيف المحتاج. أنت تتصور أن واحد يفتح حساب جاري عند بنك هو الجانب القوي والبنك هو الجانب الضعيف المحتاج، هو ليس محتاجا، أو أنا محتاج له كما هو محتاج إلي وأكثر من ذلك. لو أن النظام حسابات الجارية ألغي كيف يفعل الناس بأموالهم؟ وين يروحوا فيها؟ كيف يحركونها؟ كيف يجرون عليها مثلا عمليات صرف أو عمليات تحويل أو غير ذلك؟ فإذا يعني تلاحظ أنه هذا اللون من المنظومات لا يمكن أن يصنف بأنه قرض، هو عبارة عندك طرفين بينهما تعاون وتبادل منافع، بينهم تعاون وتبادل منافع، لذلك لا يتصور أن يقال أنه هو يعطيك بطاقة مصدقة مصرفية ATM وأنت تستعملها في أي بلد في العالم، أنت تأخذ بهذا منفعة زائدة على القرض الذي أودعته عنده، هذا لا يتصور مثل هذا المنطق. ليش؟ لأنه في عملية تبادل منافع، تبادل منافع الغالب عليها أنها أشبه للمعاوضات العادية منها إلى القروض. أكثر من هذا، الآن لما يعني ننظر إلى فكرة أو نظام ربا البيوع الوارد في يعني كتب السنة الصحيحة،
هو طبعا الأساس فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وفي بعض الروايات عينا بعين. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يا ترى قضية بيع ذهب بذهب أو بيع فضة بفضة هو كان موجودا في سياق سأذكره لكم الآن في عهد النبوة وفي العهود الإسلامية المتتالية، أما في عصرنا هذا لا يوجد بتاتا في معاملة الناس واحد يبيع ذهب ذهب أبدا، ما في أحد يبيع ذهب بذهب، ولا في أحد يبيع فضة بفضة، ولا في أحد يبيع تمر بتمر، ولا حنطة بحنطة، ولا حنطة بشعير، ولا شعير بشعير. هذه يعني كانت أمور مقارنة للمعاملات المالية البدائية التي هي أساسها المقايضة. ابتدأت المعاملات المالية عند الجنس البشري بالمقايضات، فلذلك في عهد النبوة، في العهد الجاهلي، في بعده، في العصور التي تلت أيضا، معظم تعامل الناس لم يكن هناك وسيط نقدي، وكان التعامل مقايضات، شيء قليل من البيع بالذهب والفضة، ليس كثيرا، لأنه لم يكن في عهد النبوة سكة يعني صك عملات ذهبية أو عملات فضية، كانت موجودة في عصرهم لكن التعامل بها والتداول فيها محدود، ليس كثيرا. أكثر ما كانوا يحتاجون إليها عندما يسافرون في التجارات من مكة المكرمة إلى بلاد الشام أو إلى بلاد فارس، فكان هناك دنانير ذهبية في سكة فارسية وفيه سكة رومية، فلما يذهبون هم في التجارة إلى بلاد الروم بيأخذوا معهم العملة الذهبية السكة الرومية، لأنه هذه الرائجة هناك، لو أخذ السكة الفارسية لا تقبل عندهم، فيحتاجهم إلى أن يحصلوا على عملة ذهبية من السكة الرومية لما عندهم سفر وتجارة في بلاد الروم. لما بلاد الفرس ما عندهم باقي منها، لما رجعوا يبيعونه بدنانير ذهبية من السكة الفارسية، هذه التي تنفعهم في السفر عندما يتجهون إلى بلاد العراق وفارس. لذلك الناس في هذا الوضع وهذه الحالة يحتاجون إلى عملية صرف العملات الذهبية بعضها ببعض. وواقع هذه العملات الذهبية التي كانت أنها ليست متساوية في الوزن، يعني ما كان في يعني ماشينز ولا كان في مصانع تسكها بشكل دقيق مثل بعضها البعض، فأوزانها مختلفة، يعني كانت الرومية أو الفارسية حجمها مختلف. قضية المعادن الخليطة لها التي تخالطها مثل النحاس وغيره، التي تعتبر يعني ضرب من الغش فيها مثلا صح التعبير، أو تعد تبديل في المعيار، عيار مختلف أيضا، مختلفة العيار. أيضا من حيث الكساد والرواج هي مختلفة، لما بتكون مثلا الغش فيها كثير لا تكون مقبولة عند التجار أو لا تكون مقبولة في بيوت المال، فهي مختلفة من حيث يعني الرواج والكساد القبول فيها. لذلك لما إنسان بده يبيع في الحديث الذهب بالذهب، ليس المراد فيه سبائك ولا ليس المراد فيه التبر، المراد فيه النقد، هذه النقود اللي بنتكلم عليها إحنا، فهي في فروق بينها كثيرة. فلما أنا أريد أن أصرف ذهبي الرومي بذهب فارسي، أول شيء أنا أفعله، أول شيء أنا بهمني أنه العملة التي أريد أن أشتريها أن أنقدها، ليس معنى أن أنقدها معنى تكاشت يعني، لا، أن أنقدها معنى الاختبار والفحص.
أريد أن أختبرها وأفحصها بنفسي إن كنت خبيرا بالنقود أو بالصراف الذي يعني أستأجره لهذا الغرض صرافي. فالعملة التي يعني أريد أن أخذها لابد قبل أن يقع التراضي وتتم الصفقة أن تنقد، بمعنى أن يكشف حاله عن حالها في الأمور التي ذكرناها، قضايا الوزن وقضايا الغش وقضايا الرواج وغير ذلك. فلا يمكن أن أرضى بهذه العملة التي أريدها، أريد أن أشتريها من فلان، حتى أكشف عليها ويكشف الصراف الخبير وأجد أنها مطابقة للأوصاف التي أريدها، موجودة فيها، ما فيها غش مثلا في معادن أخرى بنسبة عالية، أو أنها هذه ما هي مقبولة عند التجار، أو وزنها ناقص، أنه كان في عملية القص يكون فيها والحت ونحو ذلك. وكذلك الطرف الآخر الذي أتبايع معه لابد أن يفحص عملتي. فإذا أنا قبلت بهذه السكة بالأشياء التي القطع هذه بعد فحصها، وهو قبل بتلك بعد فحصها، يحصل بيننا التراضي على التبادل، والتراضي هو ركن صحة البيع. فلما الشرع قال لك يدا بيد ومثلا بمثل ويدا بيد لمراعاة هذه الأشياء، لأنه لا يمكن أن يتم التراضي إلا بعد العلم بحالها، لا يمكن أن يتراضى اثنان على شيء مجهول بالنسبة لهذا أو لذاك. فتجد أنه يعني فرض أن تكون يدا بيد، ليست قضية عبودية، وإنما حتى يقع التراضي الذي هو ركن صحة ركن العقد. الآن لما تأتي للذهب الموجود في عصرنا هذا، شوف إما أونصات هي متماثلة كلها من كل جانب، في الوزن وفي السكة وفي العيار وإلى آخر ذلك. لما تجي تداول كيلو ذهب بكيلو ذهب أو بكيلوين أو نحو ذلك، كلها متماثلة، هذه ما في فرق أبدا بين هذه وتلك. فلما نقول إحنا بدنا نبادل ذهب بذهب، سبائك ينبغي أن تكون نفس الوزن، وتنبغي أن تكون يدا بيد، ما في اثنين عقلاء بيجي بعطيك أنا كيلو بتعطيني أنت كيلو، هو مثله تماما. فالمعنى المراد في الحديث بحسب السياق، يعني السياق ورود الحديث هو غير قضية الذهب، التعامل الآن لما الإنسان يتعامل بالأونصات أو يتعامل بالسبائك لربع كيلو أو كيلو أو 12 كيلو أو غير ذلك. هذه كلها مثليات متماثلة. وحتى أنا لو أجيت يعني بعت إنسان كيلو ذهب حاضر سلمني إياه بكيلو ذهب مؤخر، وهو هذه يعني الوارد بالحديث أن تكون يدا بيد، يدا بيد ما حد يفعلها، ليش يفعلها يدا بيد؟ ما في عاقل بيجي بيعمل مبادلة فيزيكالي بشيئين متماثلين. إذا كان فيها أجل فهي فتكون قرضا، المعنى فيها معنى القرض، وتأخذ حكما آخر. لما إحنا ننظر إلى مثلا البر أو الشعير، هذه المحاصيل أيضا مختلفة في السوق، ليست متساوية، ليست متساوية في الجودة، ليست متساوية في الرطوبة واليبوسة، ليست متساوية في القدم والجدة، ليست متساوية في طرق السوس عليها أو شيء من نحو ذلك. لهذا لما هم كانوا يتعاملون بالمقايضة، لا يمكن أن تتم عملية بيع إلا بالتراضي، ولا يمكن أن يتم التراضي إلا كل واحد يشوف البضاعة التي يشتريها ويعلم بها. فلذلك جاءت أن تكون يدا بيد، وبعض الروايات عينا بعين. لذلك الحنفية هم لا يقولون بأنه يشترط التسليم والتسلم، وإنما يشترط التعيين،
إذا عينت عرف كل طرف كل واحد ما هو حقه حتى لو بقي عند البائع لا يضير. الآن لما أصبح عندنا وسيط نقدي ما في أحد عاد يلجأ للمقايضة بر ببر ولا بر بشعير ولا تمر بملح ولا شيء نحو ذلك. فعلى حسب يعني الاستخدام النصوص وبعد النظر في سياقه نجد أنه في حياتنا هذا ليس موجودا. هذه يعني بعض أمثلة متنوعة على قضية المستجدات في المعاملات المالية المعاصرة. فهذه المستجدات تتطلب قبل يعني الفتية فيها ببحوث علمية جادة تتعمق في فهمها وتتعمق في دراستها وتتعمق في أيضا تأويلها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا لابن عباس رضي الله عنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل ما تؤول إليه معاني الأشياء وحقائق الأشياء وأحكام الأشياء. فتجد أنه يعني في عندنا إحنا الآن مستجدات كثيرة تتطلب بحوث علمية كثيرة تكون جادة لحل هذه يعني ما فيها من إشكالات وتوضيح أحكامها حتى تكون يعني تطبيقها موافقا لما يريد الله عز وجل من تشريعها. الشاطبي له مقولة جميلة يقول قصد المكلف في الفعل يجب أن يكون موافقا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، ومناقضته في الشريعة أي إنسان عمل باطل. فلذلك إحنا من الضروري جدا أن يعني نفهم النصوص، نفهم ما هو المعنى الباعث فيها على الحكم، ما هو مقصد الله عز وجل في تشريع هذا الحكم حتى يكون التطبيق والتخريج والتعامل بها صحيحا. لا يكفي أن ننظر إلى ظاهر النص. ظاهر النص طبعا لا بد من النظر في لأنه القرآن الكريم والسنة نزلت باللسان العربي، لا بد بادئ ذي بدء أن ينظر إلى الألفاظ، لكن لا بد أن يقارن النظر للألفاظ النظر إلى مقصد الشارع الحكيم في هذا النص الجزئي. ما هو يعني لما نحن نقرأ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الاحتكار، قال لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا آثم، ظاهر النص يعني أنه أي إنسان يحتكر يكون آثما. شو يحتكر؟ يعني يحبس هذا الشيء ويمتنع عن بيعه. طيب الإنسان عندما يتأمل ما هو المعنى البعث الحكم؟ ليش الإنسان ممكن يحبس الشيء هذا ويكون في ويمتنع عن بيعه ويكون ذلك الحبس ضارا بالجماعة ضارا بالأمة، وقد يحبس الإنسان الشيء ولا يكون مضرا للأمة بأي شيء، لأن الأمر حسب طبيعة الأشياء. يعني في أشياء يحتاج إليها الناس حاجة ماسة، فلما أنا أحبسها عن البيع لهم إلا بثمن مرتفع ثمن غير عادل ثمن ظالم فعلا هنا أكون محل النهي في الاحتكار. أما أنا إذا كان فرضا أنا اشتريت قطعة أرض لأتاجر فيها أو أي سلعة من السلع أو بستان أو بيت أو غير ذلك، طيب هبطت أسعار العقار ينبغي أن أبادر إلى بيعها بالسعر الحاضر وأخسر فيه؟ لا الشرع لا يكلفني بذلك، أنا يعني أنتظر حتى الأسعار تتغير وتتقلب وأستطيع أن أبيعها ويعني أحصل شيئا من الربح، وهذا لا يضر أحدا. فلهذا لما ينظر الإنسان إلى أنه الاحتكار منع عندما يكون فيه يعني ضرر للعامة لمنفعة الخاصة، إن لم يكن هناك فيه ضرر بحرج في ذلك. بس أنا عندي والله أبيع نوع من السيارات، وفي أمثالها كثير سيارات أخرى تؤدي نفس الشيء، أنا رفضت أن أبيعها إلا بثمن عالي
لا قيمة، تفضل احتكرها كما شئت، موجودة بضائع بالسوق يشتريها الناس وينتفعون بها، وخلي بضاعتك تكون عندك، فليس هناك حرج في ذلك. لما يعني ننظر إلى كثير من يعني كثير من الأشياء في أبواب المعاملات المالية وفي تطبيقاتها، تجدها من كثيرها من هذا النوع. النظر فرضا إلى قضية التسعير الجبري، التسعير الجبري لا يسعر على الناس إلا إذا كان إنسان عم يستغل الآخرين ويستغل حاجتهم. واحد والله يبيع أدوية، المريض يحتاج إلى هذا الدواء لا يستغني عنه، ما يبيعه إياه إلا بخمس أضعاف، عشر أضعاف، ضعفين. طيب المحتاج إليه سيدفع هذا السعر غير العادل، السعر الظالم، لأنه محتاج إليه. هذا طبعا هذا يسعر عليه. أما إن لم يكن هناك إضرار فال يعني غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإنني أريد أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. المضطر هو إما أنه يشتري شيء مضطر إليه أو يبيع شيء مضطر إلى بيعه لحاجة للسيولة. فمبايعته بحسب ظاهر الحديث يعني أنه إذا واحد مضطر يبيع شيء من الأشياء لحاجة للسيولة، أنا لا يجوز أن أتعامل معه، لا يجوز أن أشتري منه. وإذا كان إنسان يريد أن محتاج لشيء مضطر إليه لا يجوز أن أبيعه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. عندما يتأمل الإنسان ما هو المعنى الباعث على الحكم، ما هو قصد الشارع من هذا النهي، يجد أن المنهي عنه هو العملية اللي فيها استغلال. واحد عليه ديون يريد أن يعني يفي بديونه، محتاج إلى سيولة مالية لمعالجة، محتاج كذا. طبعا هم إذا عنده فرضا بيت أو عنده سيارة أو عنده كذا مستعد أن يبيعها بأي سعر حتى يحصل على السيولة، فهذا لا يجوز هذا أن تستغل حاجته ويوضع في الزاوية حتى يبيع بأدنى الأسعار. أما لو أن إنسان اشترى منه هذه السلعة بالثمن العادل فلا يكون، ما أقول لا يكون آثما، بالعكس يكون بارا، يعني يكون فاعل خير، يريد أن يحصل على السيولة واشترى منه هذه السلعة بالسعر العادل. فالأمر سواء كان بائعا أو مشتريا، فمن المهم جدا عندما ننظر بادئ ذي بدء في المعاملات المالية الإسلامية وما ورد فيها من نصوص الكتاب والسنة، أن يكون لنا وقفة وتأمل في مقصد الشارع الحكيم من تشريع هذا الحكم. هذا مطلوب منا شرعا، وبعدين هذا يعني يضعنا على سكة الصواب، ما يضيع الإنسان أو يخرج بآراء شاذة. فمن أجل ذلك يعني أنا مهتم جدا بالتنبيه إلى هذه القضية. الأمر الثاني أنا مهتم بالتنبيه إليه أنه في القضايا التي يوجد يعني لها أشباه، أشياء مستجدة لها أشباه ونظائر في كلام الفقهاء في التراث، أن ينظر هل هناك خلاف فقهي فيها، لأنه إذا فيها خلاف للفقهاء فهذا يعني يجعل صدر الباحث فسيحا أن يقلب الأشياء وأن يتأمل فيها وأن يعني ينظر في تطبيقها الصحيح وليس مجرد بس. يعني ينقل عن الفقهاء قولا مشهورا أنه لا ينبغي للرجل أن يفتي حتى يعرف اختلاف الفقهاء، فيختار منها على علمه الأحوط للدين والأقوى باليقين. النقطة الثالثة أن إسقاط النصوص الشرعية
التي وردت في الكتاب أو في السنة. هذه تجد لها ملابسات ولها قرائن، فلا تستطيع دائما أن تسقطها على الأمر الواقع، لأنه بتشعر أنه في فارق، في فارق بين القرائن والأشياء التي يعني لازمت ورود هذا النص القرآني أو الحديثي. وهنا ليس هنا لا نجد إلا طريقا واحدا استخراج الاستفادة منها واستخراج الحكم الشرعي، عملية الاستنباط الجديدة، وهذه يعني القراءة الاجتهادية الجديدة، لأنه ما كان سابقا لا تستطيع أن تطبقه على الحاضر، ما هو مطابق. فلا بد أن تنظر في النصوص وتقرأها قراءة اجتهادية جديدة، وتشوف أنت ملابساتها وتشوف مقاصدها، حتى يتسنى لك الخروج بحكم شرعي لهذه المستجدات. إذا أردنا أن نكتفي بالتقليد فلن تجد مذهبا من المذاهب الفقهية يعطيك جوابا على المستجدات، ولست تجد أنت أيضا في مجموعها لو رجعت إليها كلها جوابا يحل لك مشكلات الواقع. لابد من نظر جديد، إسقاط جديد، وهي عملية اجتهادية. من كان أهلا للاجتهاد الجزئي، وهناك أناس متخصصين ومضوا عمرهم في دراسة المعاملات المالية يستطيعوا الاجتهاد الجزئي فيها، فهؤلاء يمكن أن يستنبطوا من النصوص أحكاما وأنظارا في الأشياء المستجدات. أما الذي يعني لا يستطيع الخروج عن التقليد المذهبي، هذا الأفضل له أن لا يقترب هذا الميدان، لأنه ليس أهلا لممارسة هذه القضية. من الأشياء التي يعني ينبغي مراعاتها في قضية الاستنباط الجديد، النظر إلى الأحكام الشرعية التي ليست مصدرها نص تشريعي وإنما مصدرها العرف. في كثير من الأشياء حال فيها الشرع على العرف، أن ننظر إذا كان العرف نفسه لم يتغير فيؤخذ بها وتعمل بها، أما إذا تغير العرف فلا لابد أن يتغير الحكم الشرعي، لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. تغير الأزمان عندما تختلف الأعراف أو تكون ليست مبنية على نص وإنما مبنية على مصلحة. المصالح أيضا تختلف بين زمان وزمان وبين مكان ومكان، فالحكم الشرعي الذي مصدره المصلحة ننظر فيه هل تغيرت المصلحة، وهي كما قلنا تتغير بالتأكيد في الأزمنة والأمكنة، فعند ذلك يتغير. إذا تغيرت المصلحة يدور معها الحكم وجودا وعدما. وهناك يعني ظروف نجدها في حياتنا، أن الإنسان يكون أحيانا بين حلين لا ثالث لهما، يعني أحد الحلين فيه مفسدة كبيرة والثاني فيه مفسدة قليلة، وليس عندنا حل ثالث فيه مصلحة وليس فيه مفسدة. وفي هذا المجال وضع الفقهاء قاعدة مهمة، إذا تعارضت مفسدتان يعني وكان لابد من اقتراف إحداهما، إذا تعارضت مفسدتان فيعني يراعى أشدهما بارتكاب الأخف، وقاعدة يختار أهون الشرين وأقل الضررين، معناته في ضرر وفي مفسدة، لكن أحيانا إحنا ما يكون أمامنا اختيار، هذا فيه مفسدة كبيرة وهذا مفسدة قليلة، أما ما في واحد من غير مفسدة، فماذا نفعل؟ الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويعني لما نزل قوله تعالى
اتقوا الله حق تقاته. الصحابة يعني وجدوا حرج، كيف يتقي، يستطيع إنسان أن يتقي الله حق تقاته؟ فنزل قوله تعالى تفسيرا لها فاتقوا الله ما استطعتم. فنحن مكلفون شرعا بأن نتقي الله سبحانه وتعالى بقدر الاستطاعة وبقدر الإمكان. ما كان خارجا عن الاستطاعة والإمكان فهو خارج عن التكليف، سواء كان تكليفا بفعل أو تكليفا بترك. وتلك قاعدة وأساس يعني مهم جدا يجب أن يلاحظ في النظر الاجتهادي الجديد. وقد يعني لاحظت في وأنا يعني أشتغل مع كتب الأصول عند كلامهم عن الحكم التكليفي، أن الحكم التكليفي هو خمسة أنواع، في حرام وفي مكروه وفي مباح يستوي فيه الفعل والترك، وفي مندوب وفي فرض أو واجب. هناك فيه أشياء تعم بها البلوى لا يستطيع الإفكاك عنها الإنسان إلا بعسر ومشقة زائدتين. مشقة وعسر ليست موجودة في التكاليف العادية، وهذه لسنا مكلفين فيها. فذكروا أن هناك مرتبة سادسة غير الخمسة، هاي اسمها مرتبة العفو. مرتبة العفو الإنسان يعني مجبور أو مضطر أو يعني لا يجد مفر من فعل أمر غير جائز، لكن ما في مندوحة عن ذلك. ففي مثل هذه الحالات جاءت قاعدة مشهورة عند الفقهاء سموها مسألة عموم البلوى، وهي يعني مخرجة على القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير. فالأشياء التي يعني تعم البلوى لملابستها ولا يمكن للإنسان أن ينفك عنها فإنها تكون عفواً، لا تكون حلالاً، لأنه حلال معناتها يستوي فيها الفعل والترك. هي لا يستوي فيها الفعل والترك، لكن الإنسان في موقع وفي وضع لا يستطيع الانفكاك عنها، لا يستطيع الاستغناء عنها، وهي غير جائزة. فذكر يعني مجموعة من كبار الأصوليين، يعني منهم إمام الشاطبي والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أن هذه في منطقة اسمها منطقة فراغ تشريعي اسمها العفو، هي محظورة، لكن لما الإنسان لا مفر له من الوقوع فيها فإنه يأتيها والله يرفع عنه المؤاخذة، يرفع عنه العقوبة، فيفعلها من لأنه ليس بوسعه أن ينفك عنها. وهذه لها أمثلة كثيرة في حياة في المعاملات المالية المعاصرة. فإنها تكون عفوا، تعتبر عفوا، ترفع مرفوع عنها المؤاخذة طالما أن الإنسان مضطر إليها ولا يستطيع الانفكاك عنها. إذا ما وجد بديلا مشروعا يعود إليها الحكم بالحظر. ورد في قواعد الفقهاء ما عمت بليته خفت قضيته، يأتي فيها التخفيف. أي نعم، ما تعم به البلوى فهو عفو أو يكون عفوا. هذه القاعدة ذكرها يعني السرخسي في المبسوط في أكثر من 30 موضع، فنبه أنها تكون عفوا، تكون عفوا لا تصبح حلالا يعني. وطبعا من تطبيقاتها يعني المعاصرة الآن بالنسبة لكل الشركات التي تعقد عقود مداينات مع الأفراد أو مع المؤسسات، وهذه وفي دين وفيه أجل، أكبر مشكلة للدائن عندما يكون شركة أو مؤسسة أو فرد أو مصرف أن العميل لا يلتزم بالوفاء في موعده، ما بيدفع.
لأنه إذا قلت له إذا تأخرت عن الدفع فعليك غرام التأخير، ما أنت عم تقول له الفائدة الربوية، فلذلك هو ما بيدفع. طيب أنت لما شركة كهرباء عم تقدم لك يعني ملايين الناس كهرباء، وكل آخر شهر تبعت له فاتورة وتقول له من فضلك تدفعها بتاريخ كذا، وما بيدفع، ما في غرام التأخير، لأنه غرام التأخير فيها يعني ربا الجاهلية، ما في حد يدفع، لا شركة المياه ولا شركة الكهرباء ولا شركة الكريدت كارد ولا شركة تجيب الغاز الطبيعي للبيوت ولا شركة الإنترنت ولا ما حد. فهذه الشركات ليس أمامها إلا الإفلاس إن لم تضع غرامات تأخير. فتلاحظ أنه أحيانا يعني بيكون هناك الإنسان محصور في حالات، محصور فيها، أين يهرب؟ إما يقفل الشركة أو يضع غرامات تأخير مثلا. فهذه القضايا ممكن أن تخرج ويعني يوضع لها ضوابط، لأنه إذا كان أنا كفرد عم أدخل في عقود من هذا النوع فيها غرامات تأخير وأوقع عليها، لأني أنا مضطر لهذه الخدمات، يعني بعيش غير كهرباء، من غير ماء، من غير إنترنت، من غير كريدت كارد، لكن أنا لا أريد أن أدفع غرامة التأخير ولا أريد أن أتأخر، وأحرص أن لا أفعل ذلك ولا أستحله، وأبذل كل جهدي في أن أرتب أموري المالية أن لا أقع في هذا الفكرة. فتجد أن يعني منطق التشريع في قضية العفو يقبل هذه الأشياء، بخلاف من يستمرئها يجد أن ما فيها حاجة فهو آثم طبعا، لأنه أمر غير جائز. أيضا قضية الحيل والمخارج، كثير من الأحيان يعني يلجأ الناس إلى التحايل على النصوص بأفعال ظاهرها الحل لكن نتيجتها أمر محرم، وهذه هي يعني الحيل المذمومة المنهي عنها شرعا. فهذه يعني لا يحل للإنسان أو يجب عليه أن يتنبه بالنسبة للمعاملات الحديثة، أن لا تكون فيها ألوان من التحايل لبلوغ الحرام عن طريق استعمال يعني أدوات ظاهرها الحل. بينما هناك شيء اسمه المخارج الشرعية، المخارج الشرعية هي الأشياء يتوسل بأشياء جائزة إلى مقصود جائز، فيها تخلص من الوقوع في الحرام، يعني تخلص إنسان من الوقوع في الحرام، العمل ظاهره الحل ونتيجته الحل، ويستطيع بهذا المخرج أن يعني يستغني ويبتعد عن الولوج في الحرام. فهذه يعني المخارج الشرعية هو أمر مقبول، وإذا ما يعني ظهرت أي حاجة إليها فلا حرج في المعاملات المالية الحديثة أنه يعني أن يلجأ إليها. الشاطبي له كلمة يعني رائعة في هذا الموضوع في الموافقات، كتاب الشهير طبعا تعرفونه. شوف الحيل يقول: التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعيا أو ناقض مصلحة شرعية. فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. بقي أمر أخير، أمر دقيق. كلنا يعرف يعني قاعدة سد الذرائع، أن يأتي الإنسان يعني بذريعة ظاهرها الحل للوصول إلى غاية يعني غير مشروعة، فمن باب سد الذرائع لا يجوز له أن يدخل في هذا. لكن هذا باب سد الذرائع يعني باب خطير، إذا يعني استعمله الإنسان بغلو يؤدي إلى يعني إغلاق الأبواب لأشياء مشروعات كثيرة بسبب الغلو في فهم النصوص أو الغلو في تطبيقها أو لأنواع من الوسوسة أحيانا
أو بأنواع من الورع، الورع الذي ممكن أن لو أحب الإنسان أن يستخدمه مع نفسه خاصة لا تثريب عليه فيه، أما كحكم عام لا يستطيع الإنسان أن يعني يلزم الناس أن يدخلوا في ألوان من الورع الشديد. وحقيقة عندي نص ليس طويل، هو قصير، لكن يعني أحب أن أقرأه لكم. كتبه يعني الطاهر بن عاشور، هو كان من كبار المجتهدين في القرن الماضي، كان تونسي المشهور، وهو من بلغ درجة الاجتهاد. فقال رحمه الله: ومما ينبغي التنبيه له في التفقه والاجتهاد التفرقة بين الغلو في الدين وسد الذريعة، وهي تفرقة دقيقة. فسد الذريعة موقعه وجود المفسدة، والغلو موقعه المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي عنه. شوف، مبالغة وإغراق، أو في إتيان عمل شرعي بأشد مما أراده الشارع. شوف قضية مقصد الشارع من الشريعة، كان بدعوى خشية التقصير عن مراد الشارع، وهو المسمى في السنة بالتعمق والتنطع. هذا يعني خلاصة سريعة لأفكار حول منهجية البحث العلمي في المعاملات المالية المعاصرة. وفي هذا المقام يعني أحب أن أذكر لكم أن قضية يعني البحث العلمي الصحيح المتقن الذي فيه إضافات علمية وفيه حل مشكلات حياتية للناس هو الأساس الذي بنيت عليه فكرة منح الدكتوراه أو إعطاء الدكتوراه في العالم الغربي، لأنه نحن في عالمنا الإسلامي لا يعرفون شيء اسمه دكتوراه يعني في سائر علومنا يعني. فهم الذين اخترعوه، واخترعوه طبعا في الأمور العلوم البحتة والعلوم التطبيقية ونحو ذلك، وأيضا في العلوم الأخرى. فمثل ما عملوا دكتوراه في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الأحياء وكذا، أيضا عملوا في الفلسفة وفي علم النفس وفي دراسة اللغويات وفي الاقتصاد وغير ذلك. الشيء الجدير بالتنبيه عليه أن هذه فكرة الدكتوراه عندما تعطى لأحد في الجامعات الغربية اللي هم اخترعوها يعني، لا يريدون بها ولا يقصدون منها أن فلان الذي حمل الدكتوراه في علم من العلوم أو فن من الفنون قد أصبح عالما في هذا الاختصاص. فاللي بيأخذ دكتوراه بالفيزياء ما بيعدوا أنه هذا عالم في الفيزياء، ولا اللي بيأخذ دكتوراه في الأحياء بيعدوا عالم في الأحياء، أصبح عالما في علم الأحياء، ولا في الكيمياء ولا في علم النفس ولا في الاقتصاد ولا في أي شيء. وإنما يعدونه قد أصبح مؤهلا للقيام ببحث علمي صحيح في هذا المحل، في هذا الاختصاص أو في هذا العلم بدون مساعدة مشرف، لأنه هو في الأول يشتغل معه حتى يتم العمل ويخرج بإضافات علمية ويخرج بأشياء يعني تجديدية في هذا العلم، ليس مجرد يعني يجمع مادة ويحللها ويشرحها ويختصرها ونحو ذلك على طريقة صف الصواني، ما كل من صف الصواني صار حلواني، وإنما يعني الخروج بنتائج ذات قيمة في هذا العلم أو في هذا الفن. فبعد ذلك يعني بعد هذه التجربة يصبح مؤهلا عندما يريد في هذا العلم أن يعمل بحث علمي، يستطيع أن يفعله من دون مساعدة مشرف. إذا هو مثلا ما استمر في هذه القضية ما تستطيع أن تصنفه، لأنه يحمل مثلا دكتوراه أنه عالم في هذا الاختصاص.
الحقيقة يعني أنا عندي أشياء أريد أن أكمل فيها، لكن أتوقع أن هناك أسئلة، فلذلك أكتفي بهذا القدر البسيط الذي ذكرته لكم لأسمع إذا كان أحد عنده أسئلة، عنده استفسارات، أو عنده يعني انتقاد لما أنا قلت. فأنا صدري فسيح ولا أؤمن أصلا بالتلقين، أنا أحب أنه الإنسان يفهم الأمور ويناقشها ويأخذ هذا الكلام الذي قلته بنظر نقدي، بمعنى أنه يفحصه ويختبره، فإن وجده مقنعا يعني اعتنى به، وإن وجده غير معتنى فممكن أن يعني يناقش فيه، وبذلك يمكن التعمق في فهم العلوم وترسخ العلوم في الذهن أيضا، ما تكون أشياء بفوت الإذن طعم الإذن هذا تستقر في عند الإنسان. فلذلك لو سمحتموا لي أن يعني أترك الفرصة لأحد إذا عنده أسئلة فليتفضل. نشكر الدكتور نزيه على مقدم، والآن نفتح البعض للأسئلة، بس لو سمحتوا يعني سؤال مباشر يعني لضيق الوقت، نبدأ من اليمين دكتور وليد. الله يبارك فيك، رجعنا للماضي صراحة بس مقابل سد الذريعة. الله يبدأ الآن تخلص في الفترة، يعني أنا لاحظتها في جانب الدول الغربية، هناك تخلص في الفتوى، كل شخص أصبح خبير وكل شخص أصبح مفتي وكل شخص يفتي بهواه. حضرت أنا أكثر من مؤتمر فتاوي عجيبة غريبة اسمها، لأنها تصدر عن غير مؤهلين، ليسوا مؤهلين لأن يفتوا فيها، هذه المشكلة. لا هذا يعني للكفء اللي عنده أهلية وكفاءة، هو يستطيع أن ينفع بعلمه وكفاءته في دراسة هذه الأشياء المستجدة وإيجاد حلول لها ومحاولة تخريجها واستنباط أحكامها، وهذه الأشياء تتطور أيضا، يعني ما يفتي به الإنسان اليوم تظهر فيما بعد تطورات فيها وأفهام جديدة وأمور كانت خافية عليه وظهرت الآن، فينبغي الإنسان أن يكون صدره رحبا في أن يغير يعني من الفتوى ويغير من اجتهاده إذا كان في معطيات جديدة تستدعي ذلك، لأنه هذه الفتاوى كلها وهذه الأنظار وهذه نتيجة هذه الدراسات هي عملية تلاقح بين العقل الإنساني والنصوص، في محاولة فهمها، في محاولة التخريج عليها، في محاولة تطبيقها، لكن طالما دخل الفكر الإنساني والعقل الإنساني والعمل الإنساني تصبح محتملة للخطأ، ليست هي كالنصوص، الوحي في النصوص القرآن والسنة، أما فقه الفقهاء حتى ولو كان جمهور الفقهاء يبقى عمل إنساني يحتمل الخطأ والصواب، وإعادة النظر وإعادة القراءة وإعادة التفكير في الموضوع يثري ويوصل لنتائج يعني ضرورية. كل العلوم في العالم كله تتطور، خذ علم الطب، خذ علم الهندسة، خذ الأنواع الصناعات اللي بتشوفها، هذه يعني كل العلوم الإنسانية تتطور، كل يوم تتطور، كل أسبوع، كل شهر، كل شيء فيها جديد ومهم، يعني إحنا نعتبر متأخرين عن الركب وعندنا كثير من النوم يعني، وإذا كان ظهرت فتوى أو ظهر قرار أحيانا لندوة أو لمؤتمر أو لكذا قبل 40 سنة فيتمسك به ولا ينبغي الخروج عنه، مع العلم أنه هذا يعني عمل إنساني وتفكير إنساني واجتهاد إنساني ونظر إنساني، وهو يعني قابل للتطور، بل ينبغي أن يتطور، ينبغي أن يتطور. ويعني وأنا يعني إنسان متواضع وكذا، كتاباتي الأولى التي كتبتها قبل 40 سنة و50 سنة و35 سنة كثير من آرائي وهي مكتوبة، عملت بحوث ودراسات وهي مخالفة لها، ظهرت أشياء تقتضي أن يتغير
وجهة النظر فيها أو الإفتاء أو غير ذلك، وأنا لا أجد في ذلك حرجا، يعني الجمود على ما أفتى به أو ما نظر به كان سواء جماعيا يعني أو فرديا، مع ظهور ما بدون ما يعني ما يوجب تغييره أمر حتمي وضروري. تفضل. تفضل. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور على هذا الطرح الجميل أمانة، يعني اللي يحتاجه يعني طالب العلم وأيضا الباحث في الاقتصاد الإسلامي. الدكتور ذكرت في المقدمة حول يعني الذهب والفضة والضابط في علة النقود والثمنية، وربما هذا الكلام يجرنا إلى حديث ما ذكره الفقهاء في الثمنية القاصرة والمتعدية. لا يخفى عليكم الدكتور الآن الحديث في الساحة خصوصا في الغرب عن العملات الرقمية والكريبتوس كرنسي وغيره. يعني قرأنا أبحاث كثيرة وهناك من كتب في هذا الجانب، لكن إلى الآن لم نجد هناك ضابط محكم في هذه النظرية. هل هناك يعني ضوابط معينة فيما يتعلق مثل ما ذكره الفقهاء المتقدمون في مسألة الرواج، في مسألة الثمنية المتعدية، الثمنية القاصرة؟ يعني ما هو رأي فضيلتكم في هذه الأمور فيما يتعلق في النظرية النقدية الإسلامية من حيث الرواج أو من حيث تعدي الثمنية في الذهب والفضة ونحو ذلك؟ والله أنا يعني حد علمي بالنسبة للعملات الرقمية هذه البيتكوين والمشتقات كلها حتى الآن ما زال فيها أمور غامضة وأمور خفية، وإذا لم تتضح كل هذه الخفايا لا يستطيع الإنسان أن يعني يسارع بإعطاء حكم شرعي لها. ما زالت الآن في طور البحث لسه، وفيها كثير من الأشياء الخفية، كثير من الأشياء الغامضة، فإذا ما انكشفت هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يفتي بها. يعني إحنا مشكلتنا العالم العربي والإسلامي كل الناس سواء كان دخل مدرسة ولا لم يدخل مدرسة، وصل من التعليم إلى حد متوسط أو إلى حد عال، كل الناس علماء بالدين وعلماء بالسياسة، ما في واحد ما هو عالم في الدين وما هو عالم في السياسة. السياسة علم كسائر العلوم، علم قائم بذاته، يعني مثل علم الاقتصاد مثل أي علم من العلوم. أي نعم، لكن الكل بتجاوز القضية رأساً، يعني رأساً بيطلع يعني عالم في السياسة، وكذلك الدين. هلا هذا بده يعني دراسة وتعلم ونضج وكذا بعدين حتى يتكلم، لكن الناس كلها ما شاء الله مؤهلة، يعني هذه مما عمت به البلوى. تفضلوا. الله يجزاك خير فضيلة الشيخ نزيه حماد على ما أجدتم في هذا الموضوع. أنا سؤالي في قضية، هل ترى ضرورة توحيد الفتوى في القضايا الاقتصادية الإسلامية بالنسبة للهيئات في البلد الواحد؟ يعني هل أنت ترى ضرورة توحيد الفتوى فيما يعني خرجت به المجامع؟ تقصد في المصرفية الإسلامية ولا تقصد في المصرفية الإسلامية؟ لأن هناك ساعات بعض الأحيان نجد في هيئة رقابة شرعية هيئة فتوى في المصرف الفلاني تختلف عن هيئة الفتوى هذا في جوانب معينة، ولا يكاد يكون هناك اتفاق على الرغم من أن يعني هناك قرارات صدرت في بعض المجامع الفقهية في مسألة معينة، حتى وإن كان هو في رأي الأغلبية وليس كل من وجد في تلك الدورة أو ذلك المجمع. فهل ترى هذا الشيء يعني هو أمر سائر أم أنه المطلوب أن هذه الهيئات يعني تأخذ تدبيرا معينا؟ يعني هو المشكلة هذه فيها ما هي؟ أن كل مؤسسة مالية إسلامية تشتغل على منتجات وعندها يعني أسرار فيما يعني يستحدثونه من منتجات جديدة ومن ممارسات ينافسون بها المؤسسات الأخرى، يعني هي بينهم تنافس، كلهم يتنافسون. من الصعب تطبيقيا أنه تجعل هيئة شرعية لكل هذه المؤسسات المالية، يعني منها بتكون يعني نشطة، منها بتكون عندها هيئات يعني قديرة جدا، منها أشياء بتكون نص ونص، منها ناس عندهم خمول، يعني هذا موجود متفاوتين.
فهذول انت كلهم يعني تجمعهم على بعض في هيئة واحدة تشرع للجميع جدا صعب من الناحية التطبيقية. تفضلوا. تفضل. أنا أيضا عندي كلمة شكر للقائمين على هذه الندوة ولكلية الشريعة جامعة الكويت ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي ونادي الاقتصاد الإسلامي اللي جمعتوني مع أستاذي بعد قضاء 30 عام. دكتور نجيه كان أستاذي في مرحلة الماجستير والدكتوراه في تخصص الاقتصاد الإسلامي. تشرفت كذلك لأنه كان المناقش لرسالة الدكتوراه. وحقيقة تعلمنا يعني على يديه حقيقة شيء الكثير. أنا يعني سعيد جدا اليوم أني ألتقي بأستاذي بعد يعني هذا الانقطاع حقيقة يعني وهذا شكله تقصير الطالب وليس من الأستاذ. فأكرر شكري أمانة لكم وللقائمين على هذا الندوة. أي سؤال أي استفسار؟ تفضل. لا لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المطبوخ يا خلص العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقطر أم لساني يفقه قولي. حقيقة في هذه الجلسة المباركة مع فضيلتي الأستاذ الدكتور نجيه حماد كنت يعني من خلال الراعي لهذه الندوة أن يكون الأمر أيضا بس الطلبة الحضور عملنا شهادة حضور طيب. سواء كان نادي الاقتصاد الإسلامي أو مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي ونحن بين أحضان عمل ومن أعلام الاقتصاد الإسلامي طيب. ومن هنا أنا أنطلق حقيقة يعني شيء مهم جدا على غاية الأهمية عندما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي وتفضل فضيل الشيخ وأستاذنا الكريم عن المعاملات المصرفية التي تشكل الأساس للاقتصاد الإسلامي وليست الاقتصاد الإسلامي كما يقول كثير من ممن كتب وممن تعلم الاقتصاد الإسلامي. إذا كان الاقتصاديون القدامى سواء كانوا في المدرسة الكلاسيكية أو ما يسمى المدرسة التقليدية التي يتزعمها آدم سميث ودافيد ريكاردو وغيرهم من اقتصاديين القدامى أو في المدرسة الحديثة النيوكلاسيكية التي تزعمها أيضا الفريد مارشال وغيرهم من الاقتصاديين المحدثين فهناك أعلام بكل المدارس الاقتصادية. لكن عندما نأتي إلى منطقة الفراغ ونتحدث بعد 40 أو 50 سنة على بداية نشأة بذور ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي والفكر الاقتصاد الإسلامي ولا يمكن أن بالنتيجة أن نتعرف على هؤلاء العلماء الذين أسهموا وأنبتوا وأعطوا البذور الأولى الأساسية لكل الاقتصاد الإسلامي سواء كان من جهة الفكر والتنظيم أم كان من جهة العمل والتطبيق. للأسف اليوم المؤسسات المالية الإسلامية أخذت الجانب التطبيقي عن حساب الفكري والتنظير للاقتصاد الإسلامي لذلك قتل الاقتصاد الإسلامي بالجانب المعاملات. ففي مثل هذه الندوات يعني أعطى تعطينا يعني جوانب مهمة. فعندما يعني هؤلاء الاقتصاديون القدامى في المدرسة الكلاسيكية وغيرها من المدارس السياسية والرأسمالية عندما قالوا آدم سميث هو أبو الاقتصاد السياسي طبعا يعني حتى يكون فرضة دقيقة بالأكاديمية يعني طيب عندنا عندما نتكلم عن
يعني من عام 1960 وما بعد ذلك بدور بداية بدور الاقتصاد الإسلامي. فحقيقة يعني أستاذنا الفضيل الأستاذ الدكتور له إسهامات في هذا الميدان، ومن سبقه الدكتور أحمد النجار وغيرهم من العلماء المبرزين في هذا الميدان. ما أريد أن أقول حقيقة يعني أنه عندما تكون في مثل هذه الندوات ينبغي أن يكون هناك التزاوج وهناك الترابط بين الاقتصاد الإسلامي والمعاملات. فلا يعني دائما لأن الدعوة هي مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي ونادي الاقتصاد الإسلامي، وهذا شيء مهم جدا. لكن يعني التوجيه الذي أريد أن أذكره، أنا أتمنى من القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية بعد 40 سنة لو حسبت المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتطبيق المؤسسات المالية الإسلامية، وأردت أن أتكلم عن مؤتمرات وندوات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي على بالجانب التنظيري والتطبيقي والتحليلي، أي مركز هذا من هذا؟ نحن للأسف اهتمنا كثيراً بالفروع ولسينا الأصول. فعندما نريد أن نتكلم عن هذه القضايا يعني ينبغي أيضاً أن نفصص يعني كلاماً يتعلق بالأصل ومن ثم بالفرع، يعني هذه المعاملات المالية بالنتيجة المؤسسات المالية هي الجانب التطبيقي التطبيقي للاقتصاد الإسلامي وليس في الاقتصاد الإسلامي كجانب، ولا أدخل في الجانب التحليلي للاقتصاد الإسلامي كموضوعات اقتصادية إسلامية. حقيقة أستاذ الدكتور الذي أنا تتلمذت عليه يعني بالقوة كما يقول علماءنا وعلماء رسولنا، إما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالقوة. أنا أول مرة أجلس بين يديه وأكثر من 25 سنة وأنا أقرأ كتب يعني، لكن ما أريد الآن يعني وأذكر هذا الكلام لأن أعرف شيخنا وأستاذنا الجليل يعني صدره واسع. لأستاذنا الجليل حقيقة يعني كما ذكر الآن له آراء كانت قبل 40 سنة ثم رجع عن هذه الآراء. ما أريد أن يعني نستفيد من شيخنا الآن، نحن كطلبة علم عندما نكون، وهذا الكلام أيضا لأبنائنا وطلبتنا طلبة الدراسات العليا، في كثير من القضايا نخاف أن ندخل في قضايا ونخالف فيها كبار العلماء. هل يا شيخنا هي المسألة هذه أنتم يعني الباب هذا عندكم أنتم الأصل فيه حقيقة يعني، وهناك مسائل يعني فضيلة الشيخ يعني كانت بدايات وخالف فيها والآن تأخذ منحا طيبا لنتيجة الظروف طبعا تغير الأحوال في كثير من المسائل الفقهية. نحن الآن في هذا الجانب حقيقة يعني فضيل الشيخ إذا أمكن ممكن بالتوجيه من أو يعطينا بعض المعايير، يعني أنا ممكن أحيانا أرى في مسألة أسكت ولا أصبع أن أخالف من أنا أخالف جمهور الشرعيين وجمهور كذا كذا وجمهور، وعندها قرارات تكون مفيدة يعني. فهذا أنا أتمنى أن يكون فيه شيء من هذا. يعني الأمر الآخر حقيقة ما تفضل فيه شيخنا في بعض الإضاءات التي ذكرها، وأنا يعني ذكرت بعضها وسأعطيها للطلبة في الدراسات وعلى ماجستير والدكتوراه، تستحق أن تكون رسائل جامعية في بعض النقاط التي ذكرها تستحق أن تكون رسائل ماجستير ودكتوراه ولها قيمة عندي. أتكلم مثلا عن مسألة عموم البلوى وتطبيقاتها المعاصرة مثلا، لو يأخذ حتى من عموم البلوى ممكن نأخذ جزئية، فمن هنا تكون فائدة مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المحاضرات. أنا أعتذر شيخنا لا أكون محاضرا بين يديكم، لا تعلمنا لكن هو توجيه لطلبتنا وأبنائنا من الدراسات العليا، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. الحقيقة أنه يعني أجد تعليلا في كلام في أحد فقهاء المالكيين المشهورين اسمه زروق، كان فقيه مالكي شهير وله كتاب في القواعد،
فله مقولة يعني لها علاقة بالشيء الذي تفضل فيه الأستاذ الدكتور صالح. يقول هو: إن أتى المتأخر بما لم يسبق إليه فهو على رتبته، يعني يؤخذ بعين الاعتبار، ولا يلزمه القدح في المتقدم ولا إساءة الأدب معه، لأن ما ثبت من فضالة المتقدم قاض برجوعه للحق عند بيانه لو سمعه. يعني المتقدم لو يسمع هذه الحجج هو يرجع عن كلامه. ومن ثم خالف أئمة متأخري الأمة أولها ولم يكن قدحا في واحد منهما. تحبوا أعطيه نتكلم عن قضايا المراجع وكذا ولا ننتهي الآن من الندوة؟ عندنا إلى الأذان بشيء. طيب، يعني إذا سمحتوا لي أن أكمل ببعض الفوائد تتعلق بالبحث العلمي. الإنسان أولا لابد أن في البداية إذا أراد أن يكتب في موضوع من الموضوعات المهمة أن يعني يجمع ويقرأ كل من سبقه في الكتابة فيه من قبل، لأنه في البحث العلمي يبدأ الإنسان من حيث انتهى الآخرون، ما هو يبدأ من حيث ابتدأهم، تصير عملية تكرار واجترار وإضاعة وقت. فلا بد أن ينظر في الدراسات السابقة نظرة فاحصة، نظرة نقدية، يقدر ما لها وما عليها ويستفيد من المجهود الأولي. بالنسبة لقضية المراجع الأساسية التي يعتمد عليها، أحب أن أشير من الناحية الفنية، يعني العملية، لما يريد الإنسان أن يكتب في موضوع فإذا كان هذا الموضوع فيه آيات أو فيه أحاديث فهناك كتب أحكام القرآن، هذه الكتب متخصصة ببيان الأحكام الفقهية الموجودة في الآيات القرآنية، ويجد الإنسان فيها، هي يريد أن يبحث في الفقه لا يخطر في باله أنه كتب أحكام القرآن أنه سيجد فيها شيئا من ضالته. فرضا القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأندلسي أتى في كتابه أحكام القرآن بيعني بدائع فقهية وبدائع اجتهادية، هو يعني ينسب نفسه إلى المذهب المالكي وإن كان هو وصل درجة الاجتهاد وهو مجتهد حتى يخالف الإمام نفسه، لكن هو ما يقول أنا يعني لا مذهب لي، يقول أنا مالكي. فله كتاب نفيس، في شو اسمه أحكام القرآن لأحد كبار فقهاء الحنفية المتقدمين، شو اسمه الدكتور عجيل النشمي اللي عملوه الجصاص فصول في الأصول، هذا في هذا هو كتبه الفصول في الأصول، ترى هذا مقدمة للتفسير أو لأحكام القرآن. فأحكام القرآن للجصاص فيه درر وفيه يعني علم يعني عظيم هذا الكتاب. هناك أيضا جامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، وإن كان معظمه مستفادا من كلام ابن العربي، أيضا فيه إعادة ترتيب وإعادة تنسيق وكذا، فيه فوائد. عند المالكية في عند الغرناطيين عندهم فقيه اسمه ابن الفرس الغرناطي، له أيضا في كتاب أحكام القرآن كتاب جليل. إذا كان في الموضوع الذي سيبحثه بصورة عامة فيه حديث، فليأتي إلى الشروح الفقهية لكتب الحديث، الشروح الفقهية، لأنه يجد فيها فقه عميق ويقوى الإنسان لا يتنبه إليها في البداية، بظن يقول لك حديث وشرح حديث هذا. فهي من أهمها مثلا فتح الباري على صحيح البخاري لابن حجر، شرح العيني على صحيح البخاري للعيني الحنفي،
هناك القرطبي الفقيه غير القرطبي المفسر له شرح على صحيح مسلم شرح فقهي قيم جدا. القاضي أبو بكر بن عربي له شرح أيضا على سنن الترمذي. الإمام المازري وهو من يعني أكابر يعني علماء المالكية في التاريخ له على صحيح مسلم أيضا شرح فقهي. وهناك مثل فرضا نستطيع أن نقول مثل الشوكاني في نيل الأوطار، أي نعم، ابن دقيق العيد أيضا في إحكام الأحكام، هذا مجلدين لكن فيه درر عجيبة هذا الكتاب، وهذا ممن بلغوا درجة اجتهاد من كبار الفقهاء الشافعية وأيضا ينسب إلى المالكية أيضا ابن دقيق العيد. فله أيضا يعني مساهمة كبيرة في شروح الأحاديث بفقه غزير جدا. ثم بعد ذلك الإنسان ينتقل إلى كتب فقه المذاهب. كتب فقه المذاهب ليست كلها متساوية في القيمة، في بعضها مختصر، في بعضها يعني مدون على طريقة المتن والشرح والحاشية. طبعا يستفاد منها، لكن لا أنصح أن يبتدئ الإنسان في هذه المتون والشروح والحواشي، لأنه فيها تعب من الاستفادة منها. لما يأتي لك كتاب مبسوط في يعني في الفقه مثل بدائع الصناعة فرض للكاساني أو المبسوط للسرخسي أو كتب ابن تيمية الفقهية أو ابن القيم في إعلام موقعين، تجد فيه يعني بسط يبسط الموضوع، فيستطيع الإنسان يعني أن يجد فيه يعني كنوز. و فالكتب يعني كتب الفقه لما يريد الإنسان أن يرجعها يعود أيضا إلى شيء يسمى كتب القواعد. كل مذهب فيه كتب في قواعد، في القواعد الفقهية وفي تطبيقات عليها، وهذه كتب القواعد أحيانا يجد فيها معلومات قيمة لا يجدها في كتب في الكتاب الكتب الفقه المبسوطة، مثل مثلا كتاب المقري، القواعد المقري، مثل قواعد المنشريسي، مثل أشباه النظائر لابن نجيم، أشباه النظائر للسيوطي، أشباه النظائر لابن الوكيل، أشباه النظائر لابن السبكي. فهذه فيها يعني بحوث وموضوعات معمقة ما تجدها في كتب الفقه العادية. مثلا تأتي إلى شرح المجموع، شرح المهذب للنووي، شرح المهذب مع تكملة السبكي، أيضا كتاب موسع يعني وفيه من المعلومات القيمة في المذاهب المختلفة شيء كثير. المالكية اللي هم مذهبهم صعب الممارسة، لأنه في المذهب يعني في القضية الواحدة اللي هم فيها يعني أقوال متعددة وتأويلات متعددة، فإذا ما كان الإنسان في يعني فارس يجد صعوبات وعقبات، وأحيانا ما يستطيع أن يتبين اتجاه المذهب إلا أن يأخذ منهج الرجوع إلى الكتب المبسوطة فيه، ليست معقدة بالحواشي والشروح والمتون ونحو ذلك، من فحول فقهاء المالكية كالقاضي عبد الوهاب المالكي مثلا في كتابه المعونة الإشراف على نكت مسائل الخلاف، هي ليست مطولات لكن معروضة بعرض واضح جدا ومدلل أيضا. مثلا كتابات الإمام الشاطبي، كتابات القاضي أبو بكر العربي، كتابات ابن رشد. شوف هذا ابن رشد، في ابن رشدين، في ابن رشد الحفيد وفي ابن رشد الجد. ابن رشد الجد اللي هو كتاب ضخم يعني واسع مشهور اسمه نعم المقدمات الموهدات، هو يعني هو مقدمة أو مقدمات للمدونة، مقدمات الموهدات ما
في المدونة من الأحكام الشرعيات، عنده كتاب فيه حوالي 20 مجلد أو 22 مجلد، كتابه الشهير أبو الجد، طبعته دار الغرب الإسلامي، مطبوعة دار الغرب الإسلامي. شوف الحفيد بن رشد الحفيد له كتاب اسمه بداية المجتهد. هذا بداية المجتهد مع أنه كتاب ليس كبيرا، ولكن هو معني بذكر أصول الخلاف في هذه في المسائل. كل قضية الاختلاف فيها بين الفقهاء ما هو، ثم يأتي ويذكر ما هو منشأ الخلاف، وهذا لا تجده في كتاب آخر من كتب التشريع. فيقول لك منشأ الخلاف، ليش اختلفوا؟ منشأه كذا وكذا. لما يعطيك منشأ الخلاف مثل صار يعني قائد لك، يمشيك على الطريق التي تستطيع أن تصل فيه إلى الغاية التي تريدها. المدرسة البغدادية طبعا، المدرسة البغدادية عند المالكية هي من يعني من أعظم المدارس عندهم، لأنهم لما ذهبوا إلى يعني كبار علمائهم إلى العراق ووجدوا هناك المذهب الحنفي والمدرسة الحنفية ومذهب الشافعي، استفادوا منها كثيرا، فصار عندهم تنقيح وتلقيح لمذهبهم، وطبعا على رأسهم ابن القصار والقاضي عبد الوهاب البغدادي، وحتى القاضي ابن العربي إجى عندهم وجلس وتعلم وكذا، ثم رجع إلى الأندلس. والمدرسة الأندلسية أيضا مدرسة غنية جدا، مدرسة غنية يعني يمكن أغنى المذاهب الفقهية فيما يخص المعاملات المالية المستجدة هي مدرسة الأندلسية. هذول راح هذول لعالم آخر، ثقافة ثقافات أخرى، لأن هذول الأندلس مسلمين لكن كلهم كان ليسوا كانوا أساسا مسلمين، أوروبيين. فاستفادوا من يعني المعارف والثقافات التي كانت موجودة في فقههم، فلذلك تجد عندهم يعني فقه غزير وغني وعميق جدا المدرسة الأندلسية. طبعا مثلا المدرسة الموريتانية لنفرض ليست كبيرة القيمة، لأنهم لا ما عندهم مراجع كافية وبيحبون النظم، يعني الفقه ينظمونه نظما، أصول الفقه ينظمونه نظما ويحفظونه ويحفظون المعاجم ونحو ذلك. أما ليس في التراث الفقهي الموريتاني عمق علمي مالكي، بخلاف الأندلسي والبغدادي والتونسي الزيتوني أيضا عندهم عمق كبير. فالذي يبحث يعني ليس بالضرورة الناس اللي ليس عندهم إجادة وليس عندهم يعني إبداع في الفقه المالكي يعني أن يهتم بهم كثيرا، يهتم بالناس الذين يعني عندهم يعني علم وإتقان وتجديد. و القاضي ابن العربي في قضايا الذبائح، ذبائح الكتاب له فيها رأي ما قاله أحد من الفقهاء، لكن كلام رائع أنا في نظري. هو يقول أنه أطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا المراد بطعام أهل الكتاب حل لكم مو الحنطة والفواكه والكذا، الذبائح يعني الذبائح. فهو يرى أن ذبائح أهل الكتاب من الأنعام، طبعا ليس من الخنازير، من الأنعام، ما كان جائزا في ديانتهم ويقره أحبارهم ورهبانهم، فيحق للمسلم أن يأكله بغض النظر حتى عن طريقة الذبح، طالما أنه أحبارهم ورهبانهم يقرونه فعند أهل الكتاب هو مأكول له وهو من الأنعام. وتعليل ذلك أنه لما بيكون عندك ناس غير مسلمين كما في الأندلس كان فيها غير المسلمين، كان فيها يهود وكان فيها نصارى وأسلموا ونصارى لم يسلموا، فأنت مأمور بالإحسان مثلا إلى الجار، تأتي وتدعوه إلى بيتك لتقربه منك وتقربه من معارف دينك،
فيستجيب لك. فإذا هو ما دعاك إلى أن تأكل من طعامه تقول له أنا شوف يكون مثلا مذبوح على طريقتنا، هو حيقدم لك من الأنعام، يقدم من الخنزير يعني، وإلا أنا لا أكل عندك، فتكون القضية يعني محرجة محرجة. الشارع يعني أراد التسهيل لما قال لك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني يريد أن يخفف عنهم، عن المسلمين يخفف عنهم أن طعام أهل الكتاب حل لكم. لما يأتي الإنسان ويحاول أن يضع شروط لم يأتي بها النص، تضيق من الموضوع، لكن تضيع معه أيضا الغرض من حل أكل طعامهم. هم يحلوا الزواج منهم لأنهم هذا وسيلة لتقريبهم من أن يدخلوا في الإسلام. لما تكون يعني الجو العام جو إسلامي، لما حد يتزوج منهم حيخر يدخل مع هؤلاء ويصبح منهم. ولما أنت تأكل طعامهم ويأكلوا طعامك، هذا فيه تقريب لهم على أن يسمعوا هذه الدعوة وهذا الدين. يأتي الإنسان ويعني يقول لرب العالمين طيب أنا أخذ بتخفيفاتك لكن بقيود. أنا ما أضع عليك قيود، فأنت لما تضع قيود على نفسك؟ يعني يريد أن الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفة. فلما يجي أحيانا ويتشدد فيها كأنه يخالف غرض الشارع من الأمر من هذا. فالفقه خاصة في 30 سنة الأخيرة طبعت مراجع يعني كبيرة للفقهاء الأندلسيين وفقهاء المغاربة وفقهاء التونسيين، يعني من أهمها شرح التلقين للمازري، فيها تجد يعني مادة علمية نفيسة بالنسبة للباحث. البيان والتحصيل ابن رشد، نعم البيان والتحصيل ابن رشد الجد، نعم. وأكتفي بهذا القدر، وأشكر تفضلكم بالحضور، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختام المطاف ونشكر فضيلة الدكتور نزيه على ما قدم، كذلك نشكر كلية الشريعة في جامعة الكويت، وكذلك نادي الاقتصاد الإسلامي على التنظيم الرائع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.